يوفر خبرات. نتمنى ان كل هذه الامور بما فيها كمان واولها وقبلها رابطه الانديه المحترفه. انا بشوف حتى الاستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد في حواره الاخير مع الاستاذ سيف زاهر قال ان احنا جادين جدا في رابطه الانديه المحترفه. صدقوني كل الدوشه اللي احنا شغالين فيها، طب عشان ما تتحولش برضو، والدائره المفرغه اللي احنا عايشين فيها بقالنا سنين طويله ما حدش هيطلع منها الا رابطه الانديه المحترفه. بعد ما اتكلم الكابتن سيد لانه معانا على التليفون. طيب ماذا يحدث في الاهلي؟ الاهلي موقفه ايه؟ ايه كل اللعيبه، الاصابات، التعاقدات؟ اعتقد كلام مهم جدا. معنا على الهاتف مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد اهلا بيك. ابراهيم ازي حضرتك؟ حياتي كابتن عادل. اهلا كابتن سيد، وحشنا يا كابتن سيد. وبعدين عمل لنا دوشه ليه ومش راضي تنزل مرتبك ليه يا كابتن سيد؟ دي حاجه والله قله ادب حقيقه. والله يعني حد عرض وانت رفضت؟ ده انت هتلاقيك انت اللي عارض. هو اول واحد. اذا كان انت بتعمل تصور اصلا الموضوع ده طلب منك من مجلس الاداره، من كابتن محمود الخطيب، من حوالي اكتر من تقريبا اسبوعين من دلوقتي يعني. ايوه. فانت بتقدم التصور بتاعك وبتتكلم مع اللعيبه القديمه بتاعتك على اساس ان انت لو ما يعني، انا قلت الكلمتين دول قبل كده يعني، لو انت في الظروف اللي احنا فيها والاوقات اللي احنا فيها على المستوى العالمي مش محلي بس يعني، حاجه مختصه بالنادي الاهلي او بالبلد بس، ده بالعالم كله. لو ما فيش اي تعاون في الفتره الحاليه ما بينك وما بين النادي او ما بينك وما بين البلد دلوقتي، هيبقى في انت يعني عندك انت يعني. لكن طبعا يعني اعتقد ان في حاجات زادت الحد قوي الحقيقه يعني. الناس ممكن يبقى في نقد فني، نقد اداري، في قرارات، في اسلوب، في تصريح، في كلام، لكن في سلوكيات وفي اخلاقيات اعتقد ان يعني الوقت اللي انت فيه ده وفي ظل الازمه اللي انت فيها ديت، لو ما رجعتش نفسك هتراجع نفسك امتى؟ طبعا حاجه شخصانه بحته يعني. اللي بيحزنك كمان ان انت بتبقى تلاقي الكلام ده مكتوب في حتت كبيره، يعني المفروض ان هي فيها ليها مصداقيه وليها تواجد كبير قوي يعني. مش ممكن الشخصانه توصل ان انت تستخدم جورنالك او الموقع بتاعك في حاجه مع شخصانه مع بني ادم يعني. كابتن سيد انا عايز اقول لك حاجه في هذا الاطار، وده اللي بنتكلم فيه. كلنا في النادي الاهلي يجب ان ندفع ثمن وجودنا في النادي الاهلي، لان احنا في نعمه ممكن ناس كتير شايفاها كتير علينا يعني، ان احنا نرتبط بهذا الكيان. انت بتتكلم على النادي الاهلي، اذا كان انت من اسبوعين ثلاثه يعني مجلس اداره وكابتن محمود الخطيب بيطلب من كل قطاع في الكوره، سواء كان درجه اولى او اكاديميات او متمثله مثلا في سيد عبد الحفيظ في الدرجه الاولى في الفريق الاول، وكابتن رؤوف عبد القادر في النشاط الرياضي، وكابتن فتحي مبروك في قطاع الناشئين، وكابتن خالد بيبو في قطاع الاكاديميات، كل واحد يقدم التطور بتاعه في الفترة اللي موجودة الصعبة اللي موجودة في العالم ده. لكن انت المقصود ان انت بتضرب في كل الاتجاهات. تضرب اجهزة في بعض. ما هو ده اللي انا عايز كنت عايز اكمل لك عليه يا كابتن سيد، عشان احنا بنناقشها مش عايزين نناقشها من منظور مشكلة الكابتن سيد والكابتن عدلي والاستاذ ابراهيم والمش عارف ايه، الكلام ده مش كده. الكلام ده هو المستهدف في الاخر الاهلي وزعزعة ثقة الاجهزة. اوكي انت عندك حق، انت عندك حق في اللي انت بتقوله طبعا يعني، لكن هي في النهايه ما بقاش الموضوع باختصار شديد يعني، الموضوع ما بقاش باختصار شديد شخص قد ما بتتكلم في منظومه او نادي. هو المقصود نادي طبعا عادي، لكن في حاجات ليها علاقات بالحاجات التاريخيه الابديه يعني. الظروف الصعبه ديت مش بتيجي كل يوم ولا كل سنه، بتيجي مره كل 20 30 سنه في موقف زي ده ولا حاجه. فالمفروض ان في الحاجات دي بتتشال للعيبه، بتتشال للاجهزه، بتتشال للمسؤولين، بتتشال للشخصيات. المواقف ديت يعني دايما انت بتفتكر المواقف الصعبه وردود الافعال عند الناس، ما بتفتكرش يوم بيومه يعني. انت بتفتكر موقف صعب فالنادي عمل معاك ايه او انت عملت مع النادي ايه. الحاجه الاهم من كل ده وده يعني ان انت حتى في الفتره ديت يعني انت بتتكلم على مستوى كويس قوي كفريق اول او لعيبه او جهاز او مادي، موسم حلو جدا يعني، كويس جدا في ارقام ونتائج وعروض وبشكل كويس يعني. تمام انت يعني مع احترامي لكل الناس ومع احترامي لكل، لو انت بكل الانتقادات اللي بيشوفها النادي وكل الحاجات اللي بتطلع على الساحه الاعلاميه او بتتناول الحته الاعلاميه سواء كان مرئيه ولا مقروءه ولا مسموعه ولا ايا كان، مع كل الارقام اللي انت فيها ديت وبكل المستوى ده،
ما لا قدر الله لو في حاجه متراجعه او في حاجه قليله شويه. لو حاجه قليله شويه ما كانش حد هيهاجمك يا كابتن. كان هيسيبوا على النتائج تخلص عليك وعلينا. انت السلاح بتاعك الحقيقه يعني هو شغلك ومردودك. انا ما بتكلمش على الشخص، انا بتكلم دايما على النادي يعني. بالظبط. ارقامك كلعيبه، ارقامك كجهاز، ارقامك كنادي يعني، حساباتك ونتائجك يعني، فما عندكش حاجه في اي وقت من الاوقات غير ان انت تشتغل يعني. دايما انا بقول في الحياه كده يعني، كل يوم في شغل وكل يوم في جديد وكل يوم في يعني اجتهاد، وربنا سبحانه وتعالى يوفق يعني. احنا عندنا شغل كتير جدا هنعمله. هو ده اللي عايزين نتكلم فيه، الشغل بقى، لان طبعا في موسم الانتقالات كل سنه بيحصل لك الكلام ده، مفهومه جدا في موسم الانتقالات، في موسم التجديدات مفهومه جدا مقصود بيها ايه. وانت باذن الله يعني زي ما بتقول كده عملك. لا انا بتكلم انا بتكلم كمان مش على المستوى الشخصي، بتكلم على المستوى النادي ككل، كلعيبه ولاعيبه قدامى او لعيبه جديده او لعيبه موجوده او لعيبه مش موجوده او لعيبه مشيت او لعيبه موجوده او لعيبه هتيجي يعني. خلينا بقى ايه، طمنا بقى التاريخ يعني، نخش على الشغل في جزئيه سيد عبد الحفيظ وامانته ومسؤوليته واهتمامك ان انت تخفض من راتبك. انا عارف ان انت اللي بادرت، فبالتالي اي موقع يغضب ان الكابتن سيد ما ردش عليه ما يكونش ابدا النتيجه ان انا اتهمه في سلوكه او امانته او يعني حسه الانساني، لانه ده حس انساني. فبالتالي اعتقد الكلام بيبقى معروف سببه ايه يا كابتن سيد. وحتى الخواجه لما اتكلم كل الناس قعدت فتره طويله جدا عمال تالف في علاقات ما بين الخواجه مع اللعيبه والخواجه مع مدير الكره. لما الراجل اتكلم الناس سمعته كله واكتشفت ان كل اللي كان بيتقال عن اجواء داخليه غير صحيح. فخلينا نهتم. ده انا اول امبارح في جورنال كبير جدا مكتوب ان انا والخواجه طالعين من الاسم، بس انا وفايلر طالعين من الاسم. وانت قاعد مع الراجل يعني. طيب وانت قاعد مع الراجل، خلينا نقول طبعا. ايه ترتيبات المرحله اللي جايه؟ مبدئيا المرحله اللي جايه المرحله اللي جايه طبعا يعني انت مش هتنفصل عن العالم بالتاكيد، لكن في نفس الوقت بتبقى دايما بتحضر لاساس ان انت ممكن ترجع بكره، واخد الاحتياطات واخد الاجراءات طبعا بمحمل الجد، ومش لينا بس مش كقطاع رياضي، انا بتكلم في مصر كلها، لان انت شايف الدنيا ماشيه حواليك ازاي. من اكبر دول العالم الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس وكل حاجه، لكن الخطر مش بعيد عنك، فلازم انت كمان تبقى بتشتغل بيه او بتفكر فيه باطار جدي جدا جدا. لكن احنا كمان مطالبين ان احنا ان شاء الرحمن متفائلين جدا، في اي وقت ممكن يبقى في اجراء جديد او سريع يبقى انت محضر له، ما تبداش من نقطه الصفر يعني. بنتابع الناس، بنعمل اعداد تحضيريه انا والراجل، بنعمل حاجات خاصه بالامور المستقبليه، حاجات خاصه حتى بالموسم اللي جاي، كل ده لازم تتناقش معاه وتتكلم فيه وتحضر له، عشان ما تبقاش بادئ ابدا من نقطه الصفر يعني. كابتن سيد يعني اكثر تحديدا العالم كله بيقول ان دلوقتي المدربين بداوا يدوا اللعيبه برامج فرديه ينفذوها في بيوتهم في اطار المسموح، وبعض الانديه بدات تفكر انها تعمل يعني تدريب بعدد محدود في مجاميع محدوده. هو احنا في اي مرحله من المراحل دي؟ احنا من يوم 16/3 ده كانت اخر تدريبه بالنسبه لنا، بعتنا تدريبات وبعتنا برامج لكل اللعيبه، كل ما بتخلص بيبقى في استحداث لبرامج ثانيه، بنبعت حتى لو انت بشكل فردي صور وانت بتتمرن بتتعرض على الراجل، بتفكر كمان نعمل يعني زي ما يكون حاجه مباشره كده معانا مع الراجل واللعيبه ان شاء الله الرحمن كلنا بنشوف بعض في نفس التوقيت يعني. ده اللي انت تقدر تعمله دلوقتي، برامج تدريبيه منزليه بشكل فردي ومتابعه كمان حتى في الاوزان والكلام ده، لان انت برضه زي ما قلت لك وارد جدا تشرح يعني كل لعيب دلوقتي بيطبق حاجه، بيتابع وزنه وبيتابع تنفيذه للبرامج من خلال اليات التواصل. طبعا بس مش بنسبه 100% يعني، عشان برضه تبقى توقعت الكلام يعني، توقعت جدا الكلام مش بنسبه 100%، لكن بتحاول ان انت تبقى بتطلع من الازمه اللي انت فيها دي باقل الخسائر، متابعه بشكل مستمر، تدريبات وبرامج يحطها الراجل مع مساعدين وبيبعتها لي، فببعتها للعيبه بشكل كامل يعني ان شاء الله. طيب دلوقتي اوضاع المعارين يا كابتن، هل الخواجه مستقر كم ممكن يرجع منهم ومين ولا لسه؟ اتكلمنا طبعا، اتكلمنا مع بعض، في ناس هو خلاص يعني مدي اتجاه ايجابي جدا جدا في رجوعهم، اوكي؟
وفي ناس لا يعني بيقول لك انا لسه قدامي شويه، سيبني افكر شويه فيهم يعني، او اتابعهم مره ثانيه او اشوفهم بشكل اكتر شويه يعني، وده وضع طبيعي. والكوره برضو زي ما هي فيها ثوابت فيها متغيرات يا استاذ ابراهيم، وانت عارف طبعا طبعا يعني. ان شاء الرحمن مع رجوع المسابقه باذن الله يعني ما تبقاش تمر طويل عن كده، ان شاء الرحمن يبقى في تفاؤل للعالم اجمع وسلامه الناس الاهم وكل حاجه، لكن ان شاء الرحمن احنا جدا فمع رجوع المسابقه هيبقى فاضل فتره طويله جدا في المباريات، فممكن يحصل اي متغير جديد يخلي لك تعدل من تفكيرك او يغير من تفكيرك يعني. ربنا يحفظنا طبعا من الاصابات هنا وهناك يعني، ممكن اصابات عندنا اصابات في المعارين تغير الاوضاع، ممكن زي ما بيقول كابتن سيد المستوى الفني يسأل، لكن مؤكد ده بيقودنا وبيطمننا ان في عمل بيحدث، مش ضروري الناس تشوفه لكن هو بيحدث بشكل محدد بالنسبه للموسم. كابتن عدلي، كابتن عدلي العمل ده ممكن يبقى مجهود بتبذله او تدريبات بتعملها منزليه او ذهنيه على فكره او تضحيات، ما دي عمل برضه يعني. انت لما بتتجاوب او بتبقى الامور واضحه قدامك يعني في اللي احنا فيها لا تخفى على احد يعني، اللي احنا عايشين فيه ده لا يخفى على احد، في حته ان انت تبقى بتفكر حتى في حته المرتبات او العقود او الحاجات ده، ده قرار لمجلس الاداره، ما دي برضه ده برضه ذهن وشغل يعني. انت بتتكلم مع ناديك دلوقتي او بتتكلم مع فرقتك ولا حاجه، ما هو ده برضه شغل يعني. انت بالنسبه لك انت بتتعاون وكل حاجه، لكن في النهايه انت موقن تماما ان دي حاجه مش بخل من النادي او تقصير من النادي، دي حاجه ازمه، والازمه دي ما تعرفش هتنتهي امتى. ان شاء الله الرحمن ما تطولش، لكن قد تمتد، فلازم تكون انت محضر نفسك بشكل كبير جدا في التعامل معاها على المستوى اللعيبه، على المستوى الجهاز، على مستوى النادي كله يعني كلنا. عايزين نخش يا كابتن سيد على واحد من اهم الملفات الحقيقه اللي الناس يعني عايزه يعني كلام محدد فيها اكتر ويطمنها اكتر، وهو ملف الاصابات. ملف الاصابات دلوقتي تعالى نتكلم حاله حاله وظروفها ايه و و و و و ومدى يعني تجاوب العلاج وموعد العوده. لو قلناهم واحد واحد، كريم ندفد اخباره ايه؟ والله بص يعني الحمد لله في تحسن، في تحسن في كريم بشكل كويس جدا يعني، الحمد لله رب العالمين. الحاجات اللي كانت بتبقى بتظهر بعد اي مجهود الحمد لله بتتلاشى خالص يعني. انا متابع مع دكتور خالد، الدنيا الحمد لله كويسه الى حد كبير، ويمكن اكبر المستفيدين من الفتره اللي احنا فيها دي او اللي جت في مصلحه التوقيت مش في مصلحتهم اكيد هي المصابين يعني. ويمكن من الناس اللي الواحد سبحان الله من اول ما اتعملت البطوله الافريقيه وغاب حمدي فتحي كان قلت له ان شاء الله الرحمن انت هتفضل معانا، هتبقى معانا في قبل النهائي. انت عارف ان التوقيت الاول كان مختلف، وبعدين دوري المجموعات رجع شهر شويه ولا حاجه، كان الاول كان هيبقى في فبراير ومارس وبعد كده هتقدم ليناير، فشكلها مكتوبه له ان شاء الله يعني. حمدي فتحي اقربهم مش كده؟ حمدي فتحي ومحمد محمود، النهارده داخل 6 شهور يعني، فدي حاجه كويسه برضه، والحمد لله استجابته كويسه. حمدي فتحي طبعا استجابته كويسه، قلت لك موضوع كريم، سعد سمير اداله 3 شهور وكام اسبوع دلوقتي، برضه الدنيا كويسه بالنسبه له يعني. تمام، فالامور كويسه. رمضان طبعا الحمد لله 40 خف من ساعه من قبل حتى ما ناخد الاجازه دي يعني. او البعد ده يعني نعتبر ان رمضان خلاص انضم يعني. خلاص. يبقى دلوقتي اللي عندنا اصابات ندفد، حمدي فتحي، وحمدي ومحمد محمود، وسعد ومحمد محمود، هما دول الاربعه. في حد تاني؟ لا الحمد لله الحاجات التانية ما فيش حاجه بقى، كانت حاجات عابره يعني، ما لهاش حاجات عابره وانتهت. وباذن الله يعني مساله شهرين بالكتير ولا حاجه يعني، ولا اكتر من كده بالنسبه لبعضهم؟ لا يعني اعتقد ان انت مع التدريب اللي جاي بقى هتلاقي في ناس موجوده معاك في الملعب يعني. يعني لو في تدريبات كوره الاسبوع ده حمدي فتحي يدخل؟ لا حمدي فتحي ممكن تديله لحد مايو ولا حاجه. يعني ممكن تديله لحد مايو ان شاء الله يعني. انا مش عايز ادي بس يعني ميعاد قاطع لان دي حاجه طبيه وحاجه كويسه واحنا بنحضر لده، بس كان الميعاد المقترح يعني انت بتتكلم في مايو من الاول خالص. الحمد لله رب العالمين يعني الظروف خدمت في الموضوع ده كده يعني، وشكلها مكتوب ان شاء الله يعني. يعني حمدي ومحمد محمود مايو يكونوا موجودين لو في كوره ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن. حمدي محمد محمود، عامل العمليه في شهر 10 يعني، انت داخل 6 شهور اهو شويه. اوكي يعني، فان شاء الله الرحمن ممكن في شهر مايو تبقى الامور احسن وافضل يعني. طيب
يعني على ذكر المصابين، مؤمن زكريا وانا عارف كل الاهتمام بالملف بتاعه، اخباره ايه؟ مؤمن كان عندنا قاعده الاسبوع اللي فات كده، يعني كانت متمثله في بعض افراد النادي، يعني انا والعميد محمد مرجان، وكان موجود كابتن خالد بيبو في القعده، وكان موجود الكابتن جابر كمان، كنا قاعدين معاه. اهم حاجه بالنسبه لنا ككل كنادي وكمسؤولين وجهاز كوره ولاعيبه وجماهير وكل مصر كلها، ان مؤمن يعني ربنا يشفيه ويعافيه، يعني ايه اهتم من اكبر واحد في النادي الكابتن محمود الخطيب بالمجلس الاداره وكل الاجهزه بعلاج مؤمن والمتابعه معاه، يعني الامور رايحه في اتجاه ايجابي جدا الرحمن، يعني ما اعتقدش ان هيبقى في اي او في اي حاجه لمؤمن تضايق او تبعد، يعني المهم ان هو يبقى وسطينا، يعني التفاصيل دي في كل الاتجاهات مقدور عليها، ما فيهاش حاجه، المهم سلامته هو واهله وناسه يعني. طيب هل الفايلر استقر على شكل العلاقه القادمه للامور التعاقديه؟ يعني احمد فتحي خلاص الراجل انتقل الى بيراميدز، العلاقه فيما هو قادم من المباريات لغايه نهايه الموسم، هل في استقرار على الشكل؟ لا، انت عندك موسم مكتمل لحد دلوقتي، الناس شريف وعاشور وفتحي مكملين معاك الموسم بتاعك، يعني نتمنى لهم التوفيق، كل واحد في قراره وكل واحد في اختياره، نتمنى لهم التوفيق، دي لسه اسست النادي وساعدت مع النادي وعملت شغل مع النادي وعملت بطولات مع النادي، فكل واحد ربنا يوفقه في قراره او في اختياره، هم موجودين معاك، ما فيش اي كلام في واتجاه معين مع لعيب معين ولا حاجه، ما قلناش كده، لو في استعانه فنيه دي خاصه بفايلر يعني اوكي، لحد اخر الموسم الناس دي موجوده معاك ومكمله معاك، بعد نهايه الموسم ان شاء الله الرحمن بقى ده فكره ثانيه ومكان ثاني وتفكير ثاني وتحضير ثاني ان شاء الله، يعني كعلاقه احترافيه محترمه. طيب في متابعه مع قطاع الناشئين يا كابتن سيد؟ والله بص انا بتكلم، طبعا مع يعني مع كابتن عمرو انور فريق الشباب، بتكلم مع كابتن فتحي مبروك في بعض الامور يعني، لكن انت عارف كل حاجه واقفه في الوقت الحالي، يعني مش حاجه تقدر تتكلم فيها بشكل فني عملي. وانا بسال السؤال ده لان طلع كلام كتير، يعني ان كابتن عمرو بيرشح مش عارف ايه، كابتن عمرو بيقول ايه، وقطاع الناشئين كذا، وكابتن فتحي بيقول يعني، لكن انت ترى انه ربما الفتره القادمه يعني اذا على بوزيشن الباك رايت يعني تقصد؟ لا ما بشكل عام، مش بس باك رايت، ممكن تلاقي فيرد، ممكن تلاقي ديفندر، ممكن تلاقي يعني وتحديدا باك رايت يعني، او ما اعرفش الاماكن. الباك رايت عندك انت ممكن يبقى في قطاع الناشئين، انت عندك اولا يعني انت عندك موجود محمد هاني، موجود في الموسم ده احمد فتحي لحد نهايته، بتتكلم في الموسم اللي جاي ما انت عندك واحد زي باسم علي موجود بخبراته ومعار، هو عندك في مجموعه من الناشئين، يعني في فارس في فريق الكابتن عمرو انور، وفي محمود صابر ده مواليد 2002، مع في كريم يحيى معار وكريم يحيى، وفي واحد لعيب كويس الحقيقه انا شفته كمان اسمه احمد سيد عبد النبي، يمكن مش مواليد 2001 هو مواليد 2002، لعيب كويس عنده العمق الهجومي ده بيعمله بشكل كويس. ف يعني انا بتمنى طبعا لما يكون عندك اي احتياجات عايزها لو في قطاع الناشئين، حتى لو ناقص خبره شويه بتبقى افضل واحسن، لان هي بتطلع بشخصيه الاهلي، اتمنى دايما لما يكون في اي احتياجات، لو في اي حاجه في قطاع الناشئين بتطلع بشخصيه الاهلي، فما تاخدش معاك وقت، ما تاخدش معاك مجهود في تكوين الشخصيه الاهلاويه البطوليه. طيب على ذكر الباك رايت برضه يا كابتن سيد، الناس رددت اسم حمدي النجاز الفتره اللي فاتت، وطلع الراجل وقال لك انا ارحب لو الاهلي طلبني، لكن قال ما حدش طلبني، انت رايك ايه؟ لا بص يعني لو في استعانه هتبقى في استعانه من لعيب محلي في البوزيشن ده، يعني اعتقد ان فكره ان انت تجيب لعيب اجنبي في بوزيشن الباك رايت ده فكره مستبعده، يعني لا تفكير في النجاز. ما انا بقول لك فكره الباك رايت الاجنبي في الـ كبوزيشن يعني فكره مستبعده شويه، لو يعني هو منطقي طبعا في اطار ان انت حتى ما انتش عارف هما بيناقشوا المحترفين وعدد المحترفين، مش هتروح تجيب يعني. طب هل في عدد الاجانب يا كابتن سيد بعت لاتحاد الكره تستفسر الوضع هيبقى ازاي، لانه حتى كلمه تخفيض عدد الاجانب ما كانوش محددين؟ انا بقول لحضرتك بس عشان اقفل القصه دي، فكره الباك رايت اجنبي مستبعده لو في
يعني استخدام هيبقى فيه حد محلي تمام مع العناصر اللي انا ذكرتها في الاول ديت، يعني لو هتجيب بكره يبقى بتتكلم في محلي مع العناصر اللي انت فيها ديت. لو الراجل شايف ان ده كفايه ومفيش مشكله خلاص اوكي، لو شايف ان ممكن يبقى فيه استعانه ولا حاجه واحتياجاته بعد كده مستقبليه برضه يبقى اوكي. مع الوضع في الاعتبار ان ايضا وانت بتبص في المحلي يعني الاولويه بتكون في المعارين او قطاع الناشئين، واذا لم يتواجد المطلوب ربما طبعاً تشوف بره. عايزين بس إيه؟ يعني انا في الاخر بروح ملخص تلخيصه كده عشان ايه ما نتوهش بالظبط الناس معانا. فيما يخص الاجانب بقى يعني اعتقد ان اي قرار لازم يكون مدروس على المستوى الفني ومدروس على المستوى المادي. يعني انت بتتكلم في ازمه العالم كله بيعاني منها، فلما هخرج منها هبقى محتاج بعض شهور كمان عشان اقف على رجلي، ده وضع طبيعي. اي حته في الدنيا كلها مش في مصر بس، في الدنيا كلها اللي هي يعني ارصدتها وميزانياتها اعلى منك بكثير يعني. فافاجئ في ظل اللي انت فيه ده بقرار او باتجاه ان انت كمان تخسر مورد من مواردك الاساسيه وقوه من قواك الفنيه تمام عشان قرار يعني انت بتقوله كده. وبعدين استغرب جدا ويعني وبقى عندي تساؤلات شديده جدا، واحد يقول لك ده احسن قرار، ده قرار بيخدم فنيا، ده انتظرناه طويلا. يعني ايه ده؟ انت على المستوى المادي احسبها وعلى المستوى الفني احسبها. هل يعقل ان انا يبقى عندي حد موجود في فرقتي ملك النادي يقدر يستعين بيه النادي سواء فنيا او ماديا وانت تقول له لا امشي، وبعدين يقول لك وفق اوضاعك معايا، وفق اوضاعك معايا؟ ما انت عندك كابتن عادل العطايا ابراهيم يعني استاذ في الكلام ده ويقدر يشرح لك. هو واحد مثلا هيبقى فاضل له ثلاث سنين ولا اربع سنين، المفروض ان انت تدي له على مدار الثلاث اربع سنين دول سنه اولى مثلا ب 600,000 دولار وسنه ثانيه ب 700,000 دولار وسنه ثالثه بمليون دولار مثلا ولا حاجه. انت بتتكلم في حوالي 2 مليون دولار وشويه، بتقول له يعني انا هوفق اوضاعي معاك فخد 200 جنيه وروح، هيقول لك طيب ما فيش مشكله اديني فلوسي وامشي. يعني ده بالاضافه يا كابتن ان في كل حاجه حتى على المستوى المحاسبي ان الاصل، ما اللعيبه دي اصول، ففي الاصل بيحصل له حاجه اسمها الديبريشيشن او الاهلاك، انك بتستهلك الثمن المدفوع فيه على سنوات التعاقد. يعني انت لما بتدي له مليون دولار يبقى انت بشايف ان المليون دولار دول هيدي لك بمردود يعادلهم، هتيجي تسيبه ببلاش وهو مدي لك سنه او سنتين. يعني يا جماعه في حاجات كتيره جدا، واللي على البر عوام ما ينفعش الناس تاخد الامور بالبساطه دي ونتركها لدردشه واحنا قاعدين ومحدش حاطط. طب احنا اتكلمنا دلوقتي اللي انت هتدفعه ده اللي المفروض يخش لك. يعني العمليه ده انا بزود المكسب المحتمل ده انا بزود ان كمان حتى لو وصلت الكومبرومايز ان يقول لك طب مشيني مش هرفع عليك قدر. طب ما انا دافع فيك مبلغ هاخده ازاي؟ هستفيد منه ازاي؟ يعني حتى انت كده يعني بتطلع بتقول اللي انت هتدفعه، انت كمان بتحرمني ان انا استفاد ان انا ممكن ابيعه، يعني انا ممكن ابيع حد. ايوه اللي دفعته. فانت حضرتك انت متخيل يعني انت في حضرتك ماشي فبتطلع من جيبك مثلا 1000 جنيه في حين ان انت اساسا ممكن تدخل في جيبك 1000 جنيه، فالخساره دلوقتي 2000 جنيه مش 1000 واحد بس. بالظبط. انت ممكن تبيع ب 200 مليون دولار مثلا. هو قرارات صادمه وتبقى مفاجاه. على الامر الفني بقى على المستوى الفني فيجي يقول لك ايه، طب ما انت ممكن ادي لك تستغنى عن اقرب واحد في التعاقد اللي فاضل له سنه، طب افرض اللي فاضل له سنه ده هو احسن واحد عندي مثلا وعايز اجدده. يعني انت بتجبرني يا اما هخسر ماديا يا اما هخسر فنيا. على المستوى الفني برضه انا مش هضمها الحقيقه. يعني في ناس تقول لك ايه ده بيقلل تواجد اللعيب المصري. مش فاهم، انت بتدور على اللعيب المصري بكل ما اوتيته من قوه اصلا، بتدور عليه زي ما بيقولوا بفورم ابره، او بتدور عليه في كل مكان في مصر، اي واحد عنده الموهبه وعنده المستوى والقدرات انت بتجيبه، العين ما بتكذبش يعني. فانت كمان لما بيكون المستوى حواليك عالي جدا جدا انت بتحاول توصل لهم، انت كده بتقلل المستوى. طب والناس اللي حواليك، الناس اللي هي خدت التجربه دي زي مثلا السعوديه ولا الامارات، مستواها في الدوريات عامل ازاي دلوقتي؟ عالي جدا. طب حتى على المستوى برضو المادي اللي هرجع له، لانه جزء كبير جدا ممكن ناس فنيه تتكلم احسن مني مدى تاثيرهم. يعني ده حتى على مستوى الاهلي والزمالك، اللعيبه الاجنبيه او اللعيبه المحترفه في دوري الابطال كان لها دور كويس مع زمايلهم، دور كبير اكيد الصعود لقبل النهائي مع الاهلي والزمالك كان مع زمايلهم لهم دور كبير جدا. وبتشوف الفرق المنافسه يا كابتن سيد في شمال افريقيا، شوف الجزائر، تونس والمغرب والجزائر، اللعيبه الافارقه عندهم عاملين مستوى ازاي؟ طبعا
يعني بتتكلم في مردود، في مردود عالي جدا. هقول لك على حاجه بقى كابتن عادل يناقشها كمان اكتر مني كمان، يعني الفنيات ممكن الناس تقول لك المستويات ومدى تاثيرها، لكن على المستوى الاداري والمستوى المادي يعني فانت ساعات بتحسبها، يعني انت كمان ساعات بتحسبها. انت لو قللت الموضوع ده وظهر لك اي واحد بس بمستوى 60 70% في الانديه المصريه بتجيبه بكام؟ هيبقى غالي جدا. غالي جدا، لان انت بتتكلم على واحد هيتنافس عليه اثنين ثلاثه، السوق مش مفتوح بقى زي افريقيا. صحيح. يعني واحد زي ديانج مثلا لو انت عايز تجيبه من اي نادي في مصر، من انبي ولا الاسماعيلي ولا من اي حد، تجيبه بكام؟ هتجيبه برقم عالي جدا، لان المعروف. اضيف نقطه يا كابتن سيد برضو. حتى النقطه الفنيه اللي هم بيقول لك انا عايزه عشان المنتخب. انا لا اتصور اطلاقا ان انا احمي او يعني اللاعب المصري بعدم تعرضه لمنافسه قويه، لانه اذا ما قدرش يتنافس مع اللاعب الاجنبي الافريقي ويتفوق عليه يبقى مش هيفيدني مع المنتخب، لان هيقابله على مستوى المنتخبات. يبقى هو لازم، يبقى لازم اللاعب المصري طالع يكون يا استاذ ابراهيم متنافس، بيتنافس واقوى منه طبعا، واقوى منه ويلعب طبعا عليه او يلعب معاه، زي ما كان كده الكابتن متعب والكابتن فلافيو، يعني فلافيو ما منعش، زي ما كان فيليكس واحمد كشري حسن وحسام كان فيليكس. كل دول كابتن حسام ده مين كان يتخيل ان يقدر حد يجي يلعب جنبه او معاه او يتنافس معاه؟ وكابتن ايمن شوقي، كابتن محمد رمضان، نجوم كلهم تواجدت مع بعضها ومع نجوم اجانب، لكن هم فيهم القوه اللي تخليهم يقدروا يفرضوا نفسهم، وده المطلوب ان الناشئ يتحلى بهذه القوه وهذه الرغبه في التطور، مش هيوسع له سكه. لا انت كمان حتى بتتكلم على مستوى المنتخبات، يعني ما المنتخبات صحيح الدوريات بتاعتها، الدوريات بتاعتها ما فيهاش يعني قوه كبيره قوي، مثلا ممكن تلاقي منتخبات بقى عندها قوه جديده قوي على المستوى الدولي، لان لعبتها كلها محترفه. الاحتراف ده بيؤدي اولا بيفرض عليك نظام التزامي بحت، يعني اللعيب المحترف ده الاجنبي بيبقى عارف كويس قوي ان واحد زائد واحد يساوي اثنين بالنسبه له، هيلتزم ويجتهد ويتفانى في شغله ويسمع كلام وكل حاجه، فهيبقى بيساويه بالظبط فلوس. مظبوط ولا لا؟ صحيح. يعني انت بتتكلم في حاجات التزاميه بحته، التزاميه بحته، مش معنى كده ان اللعيب المحلي مش ملتزم، ملتزم جدا، بس انت بتتطلع للافضل دايما، بتتطلع للمستويات الاعلى دايما، كل واحد بيبقى عارف كويس قوي ان مكانه ده يعني مش محجوز بالنسبه له لو في منافسه شديده جدا بينه وبين لاعب اخر. فانت بتتكلم على مستويات فنيه ليها مردودها. انت بقى عايز تطور الموضوع ده، اعتقد ان انت ممكن تبقى عندك مليون فكره لتطوير المستويات، سواء كان على المستوى الناشئين او على مستوى الفرق الكبيره. مظبوط ولا لا؟ طب انتوا منتظرين حاجه من اتحاد الكره يا كابتن لمناقشه الموضوع ولا خلاص؟ انا الحقيقه مش عارف هو ليه الموضوع ده اصيب دلوقتي اساسا، يعني هو بيقول لك انت انا بعت لك من السنه اللي فاتت لائحه او في جزء من القواعد، يعني انت كتبته وبعته لي، لكن ناقشته مع مين؟ هو محدش حتى، وما فيهاش تفاصيل، هو اللي اتبعت ما فيهوش تفاصيل، قال لك هنخفض. نعم، ما فيش تفاصيل، هتخفض، هتخفض كام، هتخفض من اي بتاع، واللاعب العربي هيبقى يعني ما فيش تفصيل حتى، يعني محتاج اعداد. ده هو بيقول لك اللعيب الشمال، اللعيب السوري يبقى زي ما هو، واللعيب الفلسطيني زي ما هو، واللعيب الشمال افريقي لا ما يبقاش يتحسب لعيب محلي، وتخفيض الاجانب من اربعه لثلاثه، يعني اللي عنده خمسه بقدره قادر يصحى من النوم كده يلاقي اثنين مش معاه. ما انت شلت الشمال افريقي وشلت كمان اللعيب الرابع في الاجنبي، بقى عندك ثلاثه حضرتك، انت كان اصلك خمسه بقى عندك ثلاثه. يعني انت مطالب تمشي اثنين، اوكي، ولو امتدت البطوله الافريقيه خلي بالك وده وارد، فممكن البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه بالنسبه لك مثلا تتلعب في سبتمبر، هم بيقولوا ممكن في 7 وممكن في اغسطس، يعني يوليو او اغسطس، لكن وارد مع الاحداث اللي احنا فيها تمتد لسبتمبر، يعني وارد جدا حضرتك تخلص الدوري قبل افريقيا. مظبوط، يعني مفيش حاجه ظاهره ابدا، هي كل الاذيه هتبقى على قدرات الانديه المصريه. انا اقصد ان انت لو خلصت الدوري يا كابتن عدلي قبل البطوله الافريقيه هتبقى مطالب ان انت تخش البطوله الافريقيه بموسم جديد. مظبوط، بالقائمه القديمه. نعم، بالقائمه القديمه،
بالقائمه القديمه. انت بقى عشان تخش الموسم الجديد لازم هتخش بالقائمه الجديده طبعا، فتقوم انت ماشي اثنين من افضل العناصر عندك وما تكملش افريقيا. لا هو ده لازم يدرس ده التفكير في قلب الضباب. طيب يعني يا كابتن الدنيا ضباب قوي، ما ينفعش التفكير دلوقتي. طب احنا عشان ما نبقاش بنكلم نفسنا والحوار ذاتي، هل هناك خطه للتحاور مع اتحاد الكره بالاتفاق مع مجموعه من الانديه المتضرره عشان توصل لنتيجه؟ وهل في استجابه او في تحرك وجد استجابه او في رفض، ولا ما فيش اصلا تحرك لسه بدا؟ بص في حاجات يا كابتن عدلي برضو، وانت هتلاقي نفسك المليار في الميه برضو هتعرف يعني هتقدر اللي انا هقوله ده. لكل واحد في الانديه بيبقى المستوى بتاعه او التارجت بتاعه، يعني في حاجه انت بتبقى في داخل عشان افريقيا مثلا اوكي، وفي حد بيبقى داخل ما فيش مشكله يعني لو استفدنا باربعه لو استفدنا بثلاثه، لان انا الاهداف مختلفه. الاهداف مختلفه، انت بتتكلم ان انت عايز تاخد بطوله محليه سواء كان دوري ولا كاس ولا صحيح سوبر ولا افريقيا تمام. صحيح. وفي حد بيبقى عايز لا عايز يبقى موجود في مكان معين اوكي. انت النهارده اقريت وضع، الوضع ده ممتد تعاقدي، التعاقدي ده على الانديه اللي هي بتشارك في افريقيا وموجوده في افريقيا هتضطر جدا 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 ماديا وهتضطر جدا 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 فنيا. ففي حاجات انت بتقول لازم نتكلم مع كل الانديه، لكن في حاجات انت كمان بتديرها، فانت كمان وانت بتديرها بتبقى حاطط في دماغك الحسابات الماديه والحسابات الفنيه. بص يا كابتن سيد، احنا كده طرحنا المشاكل بتاعت هذا القرار، ولكن عايزين بقى تجهزوا لنا الحلول وتقولوا لنا خطه التعامل مع هذه المشكله في لقاء اخر يكون بقى ايه وصلت لنا الاجابات عن هذا الامر. لكن الحقيقه اقول لحضرتك انا نفسي في ايه؟ انا نفسي الامر يتفتح اكتر شويه كمان، يعني يتفتح اكتر شويه، اللي انت كده كده رايح له. انت كده كده رايح له بعد سنتين بعد، وهو ده اللي سمعناه والله. فعايز يترتب من دلوقتي، يترتب من دلوقتي. انت بتهيئ الناس لدوري قوي جدا جدا. سواء كان على المستوى الفني او المستوى التسويقي. فامتى هيجي ده؟ لما يبقى في اربع خمس انديه في حاله من التنافس، في حاله كبيره جدا من التواجد على المستوى الافريقي، فانت تهيئ الناس مش تقلل الاعداد. تمام يا كابتن سيد، نتمنى الامر يدرس كويس ان شاء الله يا كابتن سيد. الحقيقه مكالمه مهمه جدا، حطت نقط على الكثير من الحروف، واعتقد ان الساده المشاهدين وجدوا اجابات يا استاذ ابراهيم. اكيد. شكرا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي، واعتقد زي ما المهندس عادل بيقول حط نقاط كثيره فوق حروف كثيره ايضا كانت مهمه.